السلام عليكم مشاهداتي العزيزات، كنتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم وصفه اللي هي رائعه ومعروفه، اللي هما القرص او القراشل اللي كيجيو هشاشين ورطبين كما كتشوفوا في الفيديو ان شاء الله، بمكونات متواجده في كل بيت. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير وغادي نوريكم بطريقه جد مبسطه. والان ندوزوا للمقادير. بسم الله. عندي هنايا كاس ديال الزيت وزنجلان للتزيين في الاخير، 3 ديال المعالق ديال العسل، ما غاديش نستعمل هنايا سنيده، ممكن تستعملوها كاس ديال سنيده. عندي هنايا كميه من طحين فورس 500 غرام تقريبا، بيضه كامله، دانون ديال الفاني ممكن تستعملوا نيدو 3 ديال المعالق. عندي هنا فاني وخميره، الخميره الفوريه وكتبقى حسب الجو، معلقه ديال الزبده وكاس ديال الطحين، جوج كيسان ديال الحليب الدافئ. والان ندوزو ان شاء الله باش نخلطو المقادير. بسم الله، كناخدو اناء او خلاط كهربائي اللي غادي نضيفو فيه السوائل كلها، لان هذا هو سر النجاح ديال الوصفه ديالنا، هذه مرحله لابد منها. هنايا ضفت الزبده للحليب الدافئ يعني باش تذوب، ثم غادي نبدا باضافه السوائل. كنبدا كنضيف الزيت هي الاولى، من بعد كنضيف دانون، الا ما بغيتوش تستعملوا دانون او غير موجود ممكن تستعملوا نيدو او ممكن ما تستعملوش، يعني على حسب الموجود. ثم غادي نضيف بيضه كامله يعني بالصفر والبيض ديالها، ثم بعد ذلك غادي نضيف العسل. انا ما كنديرش في المكونات ديالي دائما ما كنديرش السكر، كنضيف العسل. الا بغيتو تضيفو نتوما السكر غضيفو كاس ديال سنيده، غادي نضيف خميره ديالي كامله، وغادي نضيف الفاني. ممكن ديرو قشور يعني ديال الليمون، يعني اللي متواجد عندكم كتنسمو به. غادي نضيف هنا الخميره الفوريه، الا عندكم الخميره البلديه يعني المعجنه ممكن تستعملوها، انا ما موجوداش عندي. هنا من بعد ما كتذوب ليا الزبده مع الحليب باش غادي نضيفو حتى هو ان شاء الله باش نخلط كل شيء. كتبقى الخلاط الكهربائي احسن. ثم غادي نضيف هنايا الطحين، فقط كاس ديال الطحين اللي غادي نخلطو به الخليط. ممكن تحركوا بيديكم يعني غير بالمعلقه، ولا كان متواجد الخليط فكطلع لكم احسن. هنا من بعد ما خلط الخليط كما كتشوفوا يعني تجانسوا جميع العناصر، غادي نبدا نضيف الطحين ديالي بشويه ونبدا نحركو، يعني هنا غير بالمعلقه تحركوا مزيان حتى كتجانس ليا، يعني العجينه كتولي لي على شكل عجين ولكن ما كيكونش قاصح وما كيكونش خفيف، ما بين وبين في الغالب كتجي شويه خفيفه، ضروري خصها تجي شويه خفيفه باش كيجيو هشاشين. انا هنا كنبدا نضيف الطحين بشويه صافي. كيف ما كتشوفوا هنايا هي جمعت لي العجينه ديالي، كتشوفوها خفيفه. ان شاء الله غادي ندير لها البلاستيك الغذائي وغادي نخليها واحد ساعه حتى لنصف ساعه، يعني حتى كيضاعف الحجم ديالها، ثم غادي نرجع ان شاء الله معاكم. هنا من بعد ما خليتها واحد ساعه تقريبا كما كتشوفوا ضاعف الحجم ديالها وخمرات ليا مزيان، غادي نخرج منها هنا الهواء، تنوضع الزيت في يديا باش ما تلصقش ليا لانها كتكون خفيفه، ما تخليوهاش ثقيله، خفيفه باش كيجيو هشاشين ورطبين. هنا ان شاء الله باش غادي نبدا يعني نشكلها على شكل كويرات بيديا، خديت صينيه ديال الفرن غادي ندهنها بالزيت، باش ما يلصقوش ليا يعني ملي نديرهم يطيبوا، فانا كندهنهم فقط بالزيت.
العجينه ديالنا راها كتكون خفيفه خفيفه وشويه كتلصق، ماشي مشكله. ديروا الزيت في يديكم وغادي تكوروهم، او ممكن ديرهم بحال اللي كديروا كويرات ديال الرغايف، يعني لما بغاوش يتكوروا ليكم غديروهم بالطريقه يعني ديال الرغايف، كويرات ديال الرغايف. كنتمنى انكم تجربوها بهاد المقادير هذه، راه كيجيو هشاشين وما تشبعوش منهم. انا هنا ما بغاوش يتكوروا ليا، فغادي نحاول انني نديرهم بالطريقه يعني ديال الرغيفات العاديين. حاولت معاهم ما بغاوش يتكوروا لان العجينه ديالهم هشيشه بزاف وكتلصق شي شويه، يعني ضروري غيكونوا هكا، هذه هي باش كيطلعوا لكم هشاشين، ما خصهاش تكون قاصحه. في انا هنايا غادي نستمر يعني حتى نكملهم، نكمل جميع الكويرات ديالي، حيت من بعد غادي نخليهم مازال يخمروا لينا يعني ياخذوا راحتهم. هما من بعد ما كملتهم كنحاول نبرك عليهم شويه بصبعاني، ما نبركش بزاف لان اصلا العجينه ديالهم هشيشه بزاف بزاف بزاف. غادي نخليهم يخمروا لينا باش ان شاء الله ندوزو للمرحله اللي موراها. انا هنا من بعد ما خمروا ليا كيف ما كتشوفوا دهنتهم بالبيض، يعني بيضه كامله انا كندهنهم بالصفر وبالبيض. غادي نوضع فوق منهم الزنجلان وكيبقى اختياري. كاينين الناس اللي ممكن يضيفوا حتى اللوز مهرمش، يعني على حساب القدره ديالنا، ولكن حنا من المعروف على الكريسات او القراش اللي على حساب كل واحد كيفاش كيسميهم، كنديروا فيهم الزنجلان، راه كيجيو رائعين. صافي انا هنا غادي نوضع فيهم الزنجلان، وكنت مسخنه يعني الفران ديالي، وغادي نشعلو من الفوق ومن التحت وغادي ندخلهم. ها هما من بعد ما طابوا كما كتشوفوا. كنتمنى انكم تشتركوا في القناه وتضغطوا على زر الجرس باش توصلوا بكل جديد.